ببینن جبو هف سروکا خسریه دموکرات نائب وی اول نهار رمزی امویجی دعوت دکن لکیلا که وی فرمو کرم که جبو سند خارنه سند سند بخدای مهربان کو از بنرخ نیزی هف ایمانا جواکی و زانگوین وی ببم و از مافه گل و ازادیاوی بپارزم و خودی لحرمین خسریه دموکراتیک و ازادیاوی و مافه وی ین پارستنا روا درکفم و از کاربم جبونا بکانینا و کهویا جواکی جباوریا من یا بنتوا دموکراتیک را سپاس نهاجي نائب رئيس المجلس التنفيذي عبد الحميد مصطفى تفضل قسم اقسم بالله العظيم ان احترم ميثاق العقد الاجتماعي وقوانينه وان احافظ على مصالح الشعب وحرياته واصون سلامته وامن مناطق الاداره الذاتيه الديمقراطيه وحريتها وحق الدفاع المشروع في الحماية الذاتية وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية إيماناً مني بالأمانة الديمقراطية شكراً نهاجي هيئة داخلي محامي حسن بيرم فرمو كرامك أقسم بالله العظيم أن أحترم ميثاق العقد الاجتماعي وقوانينه وأن أحافظ على مصالح الشعب وحرياته وأصون سلامة وأمن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية وحريتها وحق الدفاع المشروع عن في الحماية الذاتية وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية إيماناً مني بالأمة الديمقراطية نهاجي هيئة العدل محامي سعيد عصمت غباري فرمو كرمك أقسم بالله العظيم أن أحترم ميثاق العقد الاجتماعي وقوانينه وأن أحافظ على مصالح الشعب وحرياته وأصون سلامة وأمن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية وحريتها وحق الدفاع المشروع في الحماية الذاتية وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية إيمانا مني بالأمة الديمقراطية نهاجي بمرايا هيئة الإدارة المحلية والبلديات ماموستا نورشان حسين فرمو كرمك سوند بخداي مهربان كو از بنرخ نيزي هف بيمانا جباكي وزاقون نوي ببم واز ما في قل و ازاديا وي بباريزم وخدي لهرمين خسرية ديمقراطيك وأزادية وي وما في وي يا فارسنا رواب دركبم وأز كار بكن جبونا بيكانينا وكهفيا جباكي جباوريا من يا بنتوايا ديمقراطيك را نهاجي هيئة مالية رمضان علي فرمو سند سند بخدای مهربان خو از بنرخ نیزی ها پیمانا جواکی او زاگون وی ببم او از ماف گل او آزادی وی بپارزم او خودی لحرم خسریه دموکراتیک او آزادی وی او ماف وی یا پارستنا روا درکبم او از کار بکم جبونا پیکانینا و کهویا جواک جباوریا من یا بنتا دموکراتیک را نکاج مرایا هیئت العمل و شؤون الاجتماعیه عریفه بکر فرمو کرمکم سون سون به خدای مهربان کو از به نرخ نی
نیزی های پیمانا جواکی او زگون نوی ببم او از ما فیگل او آزادی آوی بپارزم او خودی لحرم خسریا دمقراطی او آزادی وی او ما فیوی او پارستنا روا در کدم او از کاربن جبولا پیک آنینا و کهوی اجواکی جه باوری آمین یا به نتوا دمکراتیک را نها جب مرای حییت التربیه و التعلیم ریاض منیه محمد فرمو کرمتون أقسم بالله العظيم أن أحترم ميثاق العقد الاجتماعي وقوانينه وأن أحافظ على مصالح الشعب وحرياته وأصون سلامة وأمن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية وحريتها وحق الدفاع المشروع في الحماية الذاتية وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية إيماناً مني بالأمة الديمقراطية هيئة الزراعة أيوب محمد فرمو كرمك أقسم بالله العظيم أن أحترم ميثاق العقد الاجتماعي وقوانينه وأن أحافظ على مصالح الشعب وحرياته وأصون سلامة وأمن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية وحرياتها وحق الدفاع المشروع في الحماية الذاتية وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية إيماناً مني بالأمة الديمقراطية هيئة الكهرباء والصناعة نامستي كاميران أحمد شفيع بلال فرمو كرمك أقسم بالله العظيم أن أحترم ميثاق العقد الاجتماعي وقوانينه وأن أحافظ على مصالح الشعب وحرياته وأصون سلامة وأمن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية وحريتها وحق الدفاع المشروع في الحماية الذاتية وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية إيماناً مني بالأمة الديمقراطية هيئة الصحة دكتور خليل شيخ حسن فرمو كرمكم أقسم بالله العظيم أن أحترم ميثاق العقد الاجتماعي وقوانينه وأن نحافظ على سلامة الشعب وحريته وأصون سلامة وأمن المناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية وحرية وحق الدفاع المشروع في حماية الذاتية وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية إيمانا مني بالأمة الديمقراطية هيئة التجارة والاقتصاد الدكتور أحمد يوسف فرمو كرمكم سون بخدای مهربان کو از بنرخ نیزی پیمانا جواکی او زاگون نوی ببن او از مافی گل او آزادیا وی بپارزم او خدو لحرم انفسریا دمکراتی او آزادیا وی او مافی وی یه پارستن روا در کرن او از کار بکن جبونا پیکانینا و چهدیا جواکی جباوری آمن یا بنتوا دموکراتیکا نهاجی هیئام البطو شهیده برئیس عبدالحنان شیخو فرمو کرنگ قسم أقسم بالله العظيم أن أحترم ميثاق العقد الاجتماعي وقوانينه وأن أحافظ على مصالح الشعب وحريتها وأصون سلامة وآمن منطقة إدارة ذاتية ديمقراطية وحريتها وحق الدفاع المشروع في حماية ذاتية وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وإيمانا مني بالأمة الديمقراطية هيئة الثقافة بريس هيفين شيخو فرمو كرمك س-
سون بخدايا مهربان كو از بنرخا نرخا نزايي هفيمانا جواك و زاغون نوي ببم و از مافي گل و ازاديا و بپارزم و خودي لحرم خسريا ديمقراطيك و ازاديا و مافي و يا پارستن روا در كفم و از كار بكم جبونا پیکانینا وکهویه جواکی جباوری آمن یا به نتوا دیموکراتیک را هیئت المواصلات و النقل بریس ولی سلامه فرمو کرنکم قسم أقسم بالله العظيم أن أحترم ميثاق العقد الاجتماعي وقوانينه وأن أحافظ على مصالح الشعب وحرياته وأصول سلامة وأمن المناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية وحريتها وحق الدفاع المشروع في الحماية الذاتية وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية إيمانا مني بالأمة الديمقراطية هيئة الشباب والرياضة بريس فادر روجي روباجي فرمو كرنكو سون بخداي مهرباني كو از بنرخي نيزي هف پيمانين جواكي وزاقونين وي ببم و از مافي گل و ازاديا وي بپارزم و او و خودیه لحرمن خسریا دیموکراتیک و ازادیا و مافی و یا پارستن روا درکبم و از کار بکم جبونا پکانینا و کهویا جواکی و باوریا من یا به نتاوا دیموکراتیک را هیئت البیئه و السیاحه بریس رشید احمد قسم أقسم بالله العظيم أن أحترم ميثاق العقد الاجتماعي وقوانينه وأن أحافظ على مصالح الشعب وحرياته وأصون سلامة وأمن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية وحريتها وحق الدفاع المشروع في الحماية الذاتية وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية إيمانا مني بالأمة الديمقراطية نهاجي هيئة الشؤون الدينية بريس محمد حميد قاسم فرمو كرمكم قسم أقسم بالله العظيم أن أحترم ميثاق العقد الاجتماعي وقوانينه وأن أحافظ على مصالح الشعب وحرياته وأن أصون سلامة وأمن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية وحريتها وحق الدفاع المشروع في الحماية الذاتية وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية إيمانا مني بالأمة الديمقراطية نهاجي هيئة الشؤون المرأة والأسرة فاطمة لكتو فرمو كرنكو سوند بخودیا مهربان کو از بنرخه نیزی هف پیوانا جواکی و زاگون نوی ببم و از مافی گل و ازادیا وی بپارزم و خودی لحرم خسریا دیموکراتیک و ازادیا وی و مافی نوی یا پارستنا روا درک هبم نهاجي هيئة الحقوق الإنسان الدكتور خليل سينو فرمو كرنكو
قسم. أقسم بالله العظيم أن أحترم ميثاق العقد الاجتماعي وقوانينه، وأن أحافظ على مصالح الشعب وحرياته، وأصون سلامة وأمن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية وحرياتها وحق الدفاع المشروع في الحماية الذاتية، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية إيمانا مني بالأمة الديمقراطية. معاجي هيئة التمويل بريس عطوف عبده فرمو كرنكن. قسم. أقسم بالله العظيم أن أحترم ميثاق العقد الاجتماعي وقوانينها، وأن أحافظ على مصالح الشعب وحريتها، وأصون سلامة وأمن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية وحريتها وحق الدفاع المشروع في الحماية الذاتية، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية إيمانا مني بالأمة الديمقراطية. نهاجي هيئة الاتصالات بريس عبد الرحمن سلمان فرمو كرنكا. أقسم بالله العظيم أن أحترم ميثاق العقد الاجتماعي وقوانينه، وأن أحافظ على مصالح الشعب وحرياته، وأصون سلامة وأمن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية وحريتها وحق الدفاع المشروع في الحماية الذاتية، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية إيمانا مني بالأمة الديمقراطية. بين سركفتن جحنوارا و كانغان كارو باري بي رضباريا خساريا دمقراط تيك بينا عند بين بيروز بي لوا حمية بيروز بي لقالي رجافا و بطيبات لكانتونا عفريني بيروز بي بي رضباريا خساريا دمقراط. ساروك آبو دن ما مستهبين هيف إبراهيم بيانا رجبرية خسرية ديمقراط إجوارا نها بخوينه فرمو كرنكا. بيان المجلس التنفيذي المؤقت للإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة عفرين سوريا. السادة في رئاسة المجلس التشريعي المؤقت لمقاطعة عفرين، الأخوة والأخوات أعضاء المجلس التشريعي المؤقت، نحييكم ونرحب بكم. بداية وقبل أن نبدأ بحديثنا، ما علينا إلا أن نستذكر شهداءنا الأبرار وننحني إجلالاً وتقديراً لأرواحهم الطاهرة. فإننا نجتمع الآن ونعلن عن مجلسنا التنفيذي في ظل التضحيات التي قدمها أبناء شعبنا الأشاوس، وتعتبر هذه التضحيات الركيزة الأساسية لخطوتنا التاريخية هذه. وهذا ما سيجعل من إعلاننا للإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة عفرين المشكلة من المكونين كرد وعرب خطوة سديدة باتجاه تحقيق طموحات شعبنا في الديمقراطية والحرية. نشكركم على منحكم الثقة لنا ولبقية أعضاء الإدارة، ونأمل أن نكون عند حسن ظنكم في إدارة شؤون المقاطعة في هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها وطننا سوريا. معلوم لديكم بأنه وبعد التصديق على وثائق الإدارة الذاتية من قبل مجلسكم الموقر، بدأت الاتصالات مع الكيانات السياسية والفعاليات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني والحركات الشبابية والنسائية المشاركة في هذا المشروع،
حيث انتهى بالتوافق على تشكيل الإدارة التي نالت ثقتكم الآن. ولا بد هنا من ذكر الأحزاب السياسية والمكونات المشاركة في المجلس التنفيذي المؤقت، وهي جمعية اليزيدين في غرب كردستان، اتحاد ستار، حزب الاتحاد الديمقراطي، حزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا، الحزب الديمقراطي الكردي السوري، الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا، عشيرتي الأميرات والبوبنة العربيتين، كونفدراسيون الكرد الوطنيين، وبعض الشخصيات المستقلة. أيها الأخوة، أيتها الأخوات، أنتم تعلمون بأن مقاطعة عفرين تشكل ملاذاً آمناً لسكان المناطق المجاورة التي شهدت حركة كبيرة من النزوح والتهجير والتدمير، لكون المقاطعة اتسمت باتباع نهج دفاعي حكيم، والتي بدورها خلقت نوعاً من الاستقرار الأمني والسياسي نسبة للمناطق الأخرى. هذا ما كان سبباً أساسياً في استقطاب حركات نزوح كبيرة وتقديم يد العون والمساعدة. ومن خلال موقفها هذا أثبتت أن سكان مقاطعة عفرين حريصة على حماية مبدأ أخوة الشعوب وترسيخ ثقافة التعايش المشترك بين شعوب المنطقة. إلا أن الأجندات الخارجية والسياسات الاستعمارية دفعت الكتل والقوى المحلية الشوفينية والسلفية للهجوم بشكل الوحشي على المقاطعة، ونتيجة الهجمات المتكررة من المجموعات المسلحة على المنطقة للنيل من إرادة شعبنا في هذه المقاطعة. إلا أنهم لم يستخلصوا النتائج المرجوة من هذه الهجمات نتيجة المقاومة البطولية التي أبدتها وحدات حماية الشعب والتحام أهالي هذه المقاطعة بكل مكوناتها مع المقاومة المنقطعة النظير. وبالتالي لجأت الكتائب المسلحة والنظام ودول الجوار، وبقرار سياسي من بعض القوى المتطرفة التي تنضوي تحت مظلة ما يسمى بالائتلاف، لفرض الحصار على مقاطعة عفرين، حيث تم إعلان حالة الحرب وإغلاق جميع الحدود البرية التي تربط المقاطعة بالمحيط، مما أدى لفقدان المستلزمات الأساسية للحياة وغلاء فاحش للأسعار، وذلك لتقويض إرادة سكانها وضرب التجربة الديمقراطية والمكتسبات التي تحققت بدماء وتضحيات شعبنا وشهدائنا الأبرار، ولملء الفراغ الأمني والإداري، ومن أجل تفعيل الإدارة المجتمعية وتأمين احتياجات سكان المقاطعة والضرورات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، كان لابد من تشكيل إدارة ذاتية ديمقراطية لإدارة شؤون المنطقة. وعلى هذا الأساس تم التوافق في البداية على تشكيل مجلس تشريعي مؤقت مكون من أحزاب وقوى سياسية وفعاليات مجتمعية من المكونين كرد وعرب، وانعقاد جلستها التأسيسية الأولى بتاريخ 26/1/2014، وانتخبت فيها الرئاسة المشتركة للمجلس وثلاثة أعضاء لتشكيل ديوان المجلس، وتم قراءة ومناقشة العقد الاجتماعي لمناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية وصياغتها حسب الخصوصية الجغرافية والثقافية والأسنية لمقاطعة عفرين. وتم تكليفي لرئاسة المجلس التنفيذي المؤقت وبتشكيل هيئات المجلس، وذلك بالتشاور مع الأطراف والقوى السياسية والفعاليات المجتمعية المشاركة في مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية. إن هذه الإدارة المؤقتة خطوة باتجاه تحقيق نظام فيدرالي تعددي لا مركزي إطار سوريا ديمقراطية حرة ومتكاملة في وحدتها السياسية، ولا تشكل أي تهديد على الوحدة الوطنية، ولا تهدد أمن واستقرار دول الجوار، وليست موجهة ضد أحد. لذلك ستبدأ اعتبارا من اليوم
ببناء مؤسساتها وإداراتها المدنية والأمنية، وستعمل على فك الحصار وتأمين تطلبات المواطنين واحتياجاتهم الاقتصادية الخدمية الثقافية الاجتماعية، وحماية المقاطعة من الهجمات التي تتعرض لها من المجموعات المسلحة، كتنظيم القاعدة وغيرها من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار، وبالتالي التحضير لانتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة وبوجود مراقبين مستقلين لانتخاب مجلس تشريعي دائم وبالتالي مجلس تنفيذي دائم. أيها السادة والسيدات، لا شك أن المرحلة تقتضي تضافر جهود جميع من أجل النهوض بمناطقنا التي تعاني الحصار والتجويع وتشن عليها حرب ظالمة أدت إلى هجرة ونزوح العديد، حيث تهدف القوى الظلامية لإدخال مناطقنا دون الحرب العبثية المدمرة خدمة لأجندات الدول الإقليمية. إن هذه التجربة الديمقراطية التي نتمنى أن تكون مثالاً للمناطق الأخرى لبناء سوريا المستقبل بحاجة إلى دعم إقليمي ودولي وكنموذج لحل الأزمة السورية المعقدة والتي لا يمكن حسمها عسكرياً، وكمخرج سياسي للعقدة السورية يهدف لبناء نظام ديمقراطي وللانتقال من حالة الاستبداد والفوضى إلى النظام الديمقراطي التعددي التشاركي وبناء الدولة العصرية الحديثة، دولة الحق والقانون، دولة اتحادية لا مركزية سياسية تقر دستوريا بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي ومختلف المكونات الأخرى ضمن إطار الوطن الواحد وفق العهود والمواثيق الدولية. نحن في المجلس التنفيذي المؤقت ومن هذا المنبر وتحت قبة المجلس التشريعي نتوجه بالنداء لوقف الهجمات الشرسة من قبل القوى المتعاركة لحقن الدماء والحد من الدمار الذي لحق بهذا الوطن، ومن هذا المنطلق نؤكد على ضرورة تطوير الحلول السياسية للأزمة السورية واعتبار السبل السلمية والديمقراطية من السبل الاستراتيجية للوصول إلى الأهداف المنشودة للشعب السوري والابتعاد عن شبح الحرب الظالمة والتي حصدت أرواح عشرات الآلاف من المواطنين السوريين وهجرة ونزوح الملايين داخل الوطن وخارجه. نطالب أطراف الصراع المسلح بفك الحصار عن المناطق المنكوبة لوصول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين، ومع تأكيدنا على عقم الحل العسكري وأنه لا خيار إلا بالجلوس على طاولة الحوار استناداً إلى القوى الأساسية المكونة للنسيج السوري، وإلا ستكون اللقاءات والحوارات عقيمة. نرى بأن النقاشات الدائرة حالياً في مؤتمر جنيف 2 قد تجاهل القوى الحقيقية الفاعلة على الأرض ولم تدع لحضور المؤتمر، لذلك فإننا لسنا معنيين بما يصدر عنه من قرارات كوننا غير ممثلين فيه، كما ندعو القوى الدولية والمنظمات الإنسانية إلى تفهم وضعنا وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي ودعم إدارتنا ومساندتنا في وجه المجموعات التكفيرية داعش، جبهة النصرة، الجبهة الإسلامية وغيرها من الكتائب السلفية ومجموعات مرتزقة ملحقة بها التي تهاجم مناطقنا بالمفخخات وترتكب الجرائم بحق شعبنا المسالم. إن مقاومتنا وانتصاراتنا تعد نصراً لكل القوى الديمقراطية في المنطقة والعالم، ونتوجه باسمنا واسمكم بالتحية والتقدير إلى وحدات حماية الشعب يبجي ويبجي. على الدور الذي تقوم به لحماية المقاطعة والإدارة والشعب
من الهجمات التي تتعرض لها من التنظيمات الجهادية. وتقدم بتعازي القليل لقيادة وحدات حماية الشعب ولأسر الشهداء التي قدمها لحماية المنطقة والحفاظ على أمنها واستقرارها ولإحلال السلام والديمقراطية، وإجلالا لأرواح شهدائنا وإكراما لذكراهم نهديهم إعلان إدارتنا هذا. المجلس التنفيذي المؤقت للإدارة الذاتية الديمقراطية مقاطعة عفرين سوريا. سپاس جهوالا ماموسته هیوی ابراهیم را براستی امجارا کدین دمین بره و بریا خسریا دموقرات لتواهی آگل پیروز بین نهاجی و مساجی هفسروک پارتیا یکیتیا دموقرات صالح مسلم و سروک مجلس رجوا سینا محمد اجمرا وره گوتن صالح مسلم براستی د بیجی گومن د خاص و روجت دیروکی دا از د ناف و دا باما اما از دوری و ما هرو از بگوتن خا از د ناف و رفبریا خسریا دموقرات د کانتونا جزیره دا و د کانتونا کوبانی و د کانتونا عفرین دا از بگوتن خا و با خفتن خا د ناف و دا بام نهاجی ام بجداری آخافتن هر دو بریساد کن فرم نام دست پید کن مجا آنها جی اندام و ریبر آ مجلس ولی گادر مین هجا افسرو که پارتی یکتی دموکراتیک پیدی بری صالح مسلم پیام کی پیروز باهی اجبونا اعلان کرنا ریبری خاصری دموکراتیک آ کاتون اف نی بری کریا کام بابرا گادر بگن فرمو باوی ولا گله می هجا گله می عقینه سلاوریز جبوا گله رو جواب تبایی به دستی که با از بخوزم خسیری دموکراتیک بگیل می آخرینه به توایی پیروز بکن بمبارک بکن هم دیگل اگه که خوشن سرکتی پیرو لعقرینه تی اعلان کرنه جبو مگشکی آنه جبو گلی رو گوا گشکیه مینا کتیا من براستی گوا سه مینا جبو جزیر حاطا اعلان کرن جبو کوبانه ایروزی آخرینه اجبار اوهایی افگار دادیم جلو مای آخرین پیروز دکن جام ایدی دکن بمینا کتر جلو دردور را جروجات مازن را جروجاوی کردستان را جحطان جلو سوری بتوایی را جروجات مازن را مینا کتر مینا کتر باید شبا خسری دلکاتی تشتی سری را بدار که امزانه بد با خسری دموکراتیک نجبالاهی هاتیه ویا ورقصخون شهید هم پیدا ہے کبی انسان ما پیدا ہے بدح سالک انسان ما وستیان انسان ما خون دان انسان ما خودان دان انسان ما به حبس و زندان هم دامان حتی نیتو گیشتنه بیتی گیشتنه میجی خوال گیهان بنه که دکانه بود قبول بکن تمام به انجام بیتی خوشین دواتی دارید دان به ورقص سال دا یه رو ملتی ما آماده ہے چل آفری نے دوگے چل کوبا نے دوگے چل وزیر دوگے حتانی لطوائی رو جنوبا بسائی و کھدے کوہتی درائیم کونے کوہتی درائیم
گلی ما دید پیشن گشت روزوات نازین گشت گیره هم کنم ببشن در روزوات نازین به هیرو گلی یکمین ایهان کو سیاست دنشینه او آماده ایش بود پیشنگی مروز آبه که گلی ما روزواره بده هم وقت پیشنگی دی گلی و گلی ما تاوایی پیشنگی دی پیواجوه بده در سری خوش زانه ده به اخلاق خواه، به دارین ساندن افاد، به گیشتن افاد، به میجی خواه شخواباتش دی خواه می رو جیان بکن زی به دیرو که خوردان ده نه جاره یک مینه برای جی گلی رو روزاوای خودستانه حتان گلی خود به تاوایی پیشنگی جی گلی روزوات نازین جی گلی هره نره کرنه زمان نیولیتی ده دو رو حتان روز هیره تشتی که دیرو به ما ده دو خویه کرن گلی هانا کجگیان بیتر کانه بن دیموکراسی قبول بکن کانه بن وکهوی قبول بکن کانه بن براتی و آشتی به گلی دورگا قبول بکن گلی می به دوای کردستانه و گلی می کرد به تواییه ویانجی براستی به ست سال و بیستی یکمین ده تشتی که میناکه تشتی که کنین به کل تگلا ده نبویه براستی گلی می آخرینه پر ریشیا گلی می آفرینه دورتیج کریه رساله که بر داده دورتیج کریه او جی ای پر امزانن امتی دیگه انج بود چیه دور که جی کو آفرین تیره بخواد جیو استراتیجی که ام جالی که ده جبا کرده کرکن دسی نور دانه جالی رو داده ده جی کرکن جالی باشور ده جی وچه تا ایهانا که پستن لآفرینه آفرینه بیشنن تنگاه بکن نه بس دور پیش کرد کنه شرک بوی شرک سر آفرینه بوی لحریم شیراوان بوی لپستر جندو بوی لباسوفانه بوی هم گیش که دشوپینه یک و یک و روز و ساعت ساعت ما دشوپان جبری آوی با قهرمانی کرده در نه در حاطی پیش کش کرد جبو گلی ما ای تو حاطی شاندان ویا سربلندی ما کردان گیش که هم گیش که پی سربلندن تشتی که دینی پری بارکش چه بود دیرو که در داره یکی مینه چه رو به باتشتا افرینه هم زانن جدلی کردان و عرب و ترکمان کتی برهانه این مبخواه جدابونه دنه جواد که مبخواه بهه علاوی نه کرده که هایی به همدر افرینه دهانه جغیری وی هاوی یزیده ما به بجماره که نازم بشکید همدر افرینه دهانه تشتی که دیرو که در جاره یکمین بده بایه گلی من یزیدی ورقاسا کنکوژیت سر درواز کنه ورقاسا فرمان را بونه به دیرو که ده جاره یکمینه که خورته ما ایهانه که نه علاوینه نه اونه جی یزیدی نه به پارستن هریم یزیدیان به شهید که بونه پس در جندو بخونه شهید نه حتر پارستن با سوفان بخونه خورده نه حتر پارستن او خورده نه بلکه نه ایزی بیدون چیلی اما یکرتی خوردان خونه خوردان گشکی خورد گشکی تف پارستن چه به یزیدی خوابه چه به علاوی خوابه چه به بسنی خوابه بیواجی جاره یکمینه ده دیرو که ده دیدی و ایو پیه کرنه او چی لجان نه ایل عفری نه آتی کرنه بنا گشکی دست دیرو که ته نگردن هم ایزی دکر هم لیاقی بیه اوی بند هم لیاقی خونه شهید خوابن او خونه هانه که یزیده ما پاراستی او خونه که علوی ما پاراستی او خونه که کرده مگه که پاراستی هم لیاقی بیه آنه بند بره بیه اوی جروع و روجه خبردوان بکن یکتی خواب پاریزن و هم براستی کانه بند به پیشنگ بند جگل روزوات نازین گشکی را افتانه بند پیشنگی بردوان بکن و با مینا که هانا کن هیرو جیان بکن چل دوزیره ده چل کوبانه ده چل آفرینه ده با مینا که بی هم بخشک زانه بر و با مینا که مینا که جبو روزوات نازین گشکیه گوری به در پرسیاری و گوری گردانه می خونه شهید مرا به سایه فکر و فلسفه ره بر آب و ده اما به بریارن و اما حتمان داوی به بردوان بکن و جاره کدید سبه بریزه ما جگلی ما عبرینه تبایی را و از باورم و اون گشکی جی باورم که به سکت کنی اماده اجاره کدید سپاس شبو و گشکی ها و خسری های دیمکراتیک پیروز بید.
بله گادرمه یه جا پیام پیروزباهی بود یه جا هفتسلوک پارتای یکتیا دموکراتیک بره صالح مسلم پیروزباهی خوا آنی سر زمان جمون و خلق میل عفنه ام جواک خوابات کن راد عفنه فهم جاره که دنب جا بجن خواه سریع دموکراتیک آکانتون عفنه ری و بریا دمی آکانتون عفنه لوا پیروز به هزار جاری پیروز و مبارک ببورینن ای اول سینم محمد من کنی جوارو پشکش کردم اما نه دیسم دبین سرکفتن ج کارو باره ربربری خسیری دموکرات را ام دبین سرکفتن جرا و نه جی ام تواهی به هفدرا ام درباسی میتینگا ل ساحه آزادی دبن و ام دبین سرکفتن جوارو